رحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس بقصر الاتحادية أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وفيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. خلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع عدد من ملفات عمل هيئة الدواء المصرية، وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من اهتمام من قبل الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوطين صناعة الأدوية في مصر. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وفيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. تناول اللقاء العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق شمال القطاع. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. شهد الاجتماع استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المقترح للمجلس الأعلى للاستثمار اللي من المقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من اهتمام من قبل الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وأيضاً ما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة ملفات عمل الهيئة، واستعرض رئيس الهيئة نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، مشيراً إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروع بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروع من بينها على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي 49% في مقابل موافقة مبدئية ل 66 مشروع بنسبة استثمار أجنبي 39%، مضيفاً أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، ولافتاً إلى أن الفترة من يناير 2024 وحتى الآن شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروع متنوع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروع منها على موافقة نهائية و24 مشروع على موافقة مبدئية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق. ووجه رئيس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حال حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الطلائع من الشباب والنشأ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي العسكري بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ندوة تثقيفية وعدد من العاملين بالوزارة، وذلك في إطار الدور اللي بتقوم به القوات المسلحة لتعميق الشعور الوطني للشباب المصري داخل الوطن وخارجه. شهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي الوطني لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصري العظيم.